وحول هذا الإنجاز يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي الأستاذة فاطمة المناعي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان. أهلا بك في نشرة الثالثة. نبارك لكم بالطبع، نيلكم هذه الجائزة. حدثينا عن أهميتها والتي بالطبع تم تحقيقها نتيجة هذا البرنامج الطموح والرائد، برنامج التمويلات الإسكانية. أمسي عليكم على السادة المشاهدين وشاكرين لكم هذه الاستضافة. في البداية مبارك لمملكة البحرين بمناسبة فوز برنامج التمويلات الإسكانية بجائزة أفضل برنامج مبتكر للعام 2023، وقد تمنح هذه الجائزة من قبل شركة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، شركة ميد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حفل أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا هذه الجائزة تعكس مدى نجاح برنامج التمويلات الإسكانية اللي جاء في إطار الاهتمام الدائم والدعم للملف الإسكاني، وهي بلا شك ثمرة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونتيجة للتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من أجل توفير حلول إسكانية مبتكرة للمواطنين بصورة فورية ومتنوعة. وطبعا هذه الحلول أسهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات الأسر البحرينية وساهمت في تقليص قوائم الانتظار. هذه الجائزة تأتي تتويج للجهود المستمرة لتطوير الملف الإسكاني خلال المرحلة الماضية اللي شهدت الإعداد لهذا البرنامج واستيفاء من خلال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وما عقب مرحلة التدشين من جهود للتعريف بالبرنامج للمواطنين ومساهمة المواطنين أنفسهم صراحة بعد في التعريف بالبرنامج بينهم وبين بعضهم من خلال تعريف المستفيدين لغير المستفيدين وعرض البرنامج عليهم، وساهم في أن عدد كبير من أصحاب الطلبات القائمة يتوجه حق هالبرنامج الجديد. ولله الحمد البرنامج اليوم يشهد إقبال كبير من المواطنين الكرام، ونحن بدورنا في الإسكان نحاول أن احنا قد ما نقدر نلبيها ونسرع في إجراءاتها قدر المستطاع. أما بالنسبة لجوائز مد لجودة المشاريع فهي جوائز تهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية اللي تسعى المنطقة إلى تحقيقها، وذلك من خلال الترويج لأفضل الممارسات المتبعة في قطاع المشاريع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكرم أفضل الإنجازات على صعيد المنطقة. وفي ضوء ذلك نأمل أن نواصل في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية وخدمة الملف الإسكاني بما يلبي احتياجات وتطلعات الأسر البحرينية إن شاء الله. نعم، تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد. شكرا لك الأستاذة فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا على هذه المداخلة.